برئيس مجلس النواب المصري وبأعضاء مجلس النواب المصري من أشقائنا في ليبيا. وزي ما بنقول كده دايما، احنا وليبيا حاجة واحدة، وده مش كلام، لا بجد والله بجد. انا رحت ليبيا ولحد بنغازي في عام 90 91 90 91، دخلت هناك ورحت عملت تحقيقات صحفية من داخل ليبيا في الفترة دي، بكلمكم على عام 90 91، وليبيين ومصر وكله، يعني انت ماشي اكنك ماشي في السلوم او ماشي في مطروح بالظبط، ما حسيتش بأي غربة، ماشي يمكن في العتبة. يعني رحت بقى الأسواق الشعبية هناك، بكلمكم على 90 91، مش بكلمكم على 2023 يعني. فماشي في مصر يعني بالظبط، يعني وترحب بيك وتقعد المقاهي المصرية، مصريين بيشتغلوا ومصريين فاتحين والليبيين يعني حاجة جميلة جدا. شوفوا بقى الحفاوة النهاردة، شوفوا الحفاوة النهاردة والتقدير النهاردة اللي بيأكد تاني مرة أخرى هي دي العلاقة المصرية الليبية. لا يمكن أبدا حد يقدر في أي لحظة يتكلم على مصر وليبيا على إنه لا إحنا وهم حاجة واحدة بجد. يعني الأمن كل ده حاجة جميلة، بس طول تاريخنا إحنا وهم، إحنا وليبيا يعني وأشقائنا في ليبيا، ما بنقولش يعني وطن تاني هنا أو هناك، لا نتكلم والله على وطن واحد. وزي ما ليبيا تعرضت على مدار السنوات الماضية ليعني فوضى ودمار، أكتر ناس بقولها مرة تانية بكررها، كانوا زعلانين على ليبيا كانت مصر من 2011. مصر فتحت كالعادة، مش جديد، زي ما بقول كده لا فارق بيننا وبينهم أبدا، بلادنا وحدودنا عادي جدا بمنتهى الترحاب، واهلا وسهلا بلدهم، احنا زي ما بقول كده بلدنا، لانه ومش هتكلم على تاريخ ولا هتكلم على قبل كده حصل ايه ولا لا، مش هتكلم على ده، انا بتكلم حتى لو النهارده بتكلم اهمية هذه الزيارة. رئيس مجلس النواب المصري يبقى موجود مع اشقائه، مع اشقائه في ليبيا، وبيقول كلمة النهاردة مهمة جدا، وعايز اقول لكم ترحاب من اعضاء مجلس النواب الليبي برئيس مجلس النواب المصري المستشار الجليل حنفي جبالي، واتكلم الاول كلمة ارتجالية، عبر عن اللي جواه، عبر الاول عن جواه بعد ذلك تحدث الكلمة الرسمية المكتوبة، لكن كانت الكلمة الاولى المستشار حنفي جبالي ارتجال، بيعبر عن اللي داخله، عن اللي شافه، عن اللي بيننا وبين ليبيا، عما يربطنا بين مصر وبين أشقائنا في ليبيا، اللي احنا تبنينا قضية ليبيا على مدار السنوات الماضية، والرئيس عبد الفتاح السيسي من أول لحظة كانت قضية ليبيا قضية أولية بالنسبة له في أي مكان وأي محفل دولي، أمم متحدة، لقاءات مع الأمريكان، مع الأوروبيين، مع غير كله، يتحدث مع الصينيين، مع الروس، مع الياباني، مع أي حد يتحدث عن ليبيا وعن القضية الليبية وحل القضية الليبية والمؤسسات والحفاظ على إيه؟ مصر كان لغتها إيه؟ الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية اللي منها مجلس النواب الليبي، دي مؤسسة، والجيش الليبي مؤسسة، والحكومة الليبية مؤسسة، والدولة الليبية، وأيضا سيادة ليبيا وعدم تقسيم ليبيا، ليبيا موحدة. ده كان خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار الوقت، لم يغير هذا الخطاب أبدا. في دول كانت عايزة تقسيم ليبيا، مصر وقفت أمام محاولات تقسيم ليبيا، مين اللي وقف؟ مصر وجيش مصر، مصر اللي عملت كده مش حد تاني، لكن كانت دول رايحة لها أطماع في ثروات ليبيا، لكن مصر وقفت أمام محاولات تقسيم ليبيا أو محاولات سرقة ثروات الشعب الليبي. مصر كان دورها واضح ومؤثر، وهو القرار المصري، وعشان كده